بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا احلى صحبة، يا رب تكونوا بخير دايما وتكونوا في احسن حال، اللهم امين. النهاردة ان شاء الله احنا هنعمل مع بعض الفراخ المحشية بالرز. نبتدي بقى كده، ندخل على طول كده بسم الله. دي فرخة ساسو، اللي هي الفراخ الحمراء، يعني اللي بتتباع عند الراجل بتاع الفراخ، اللي هي الفراخ الحمراء، بس دي انا كنت مربيها في البيت اهي. غسلاها طبعا كويس جدا وشطفاها بليمون وبخل ودقيق، وبعد ما شطفتها خالص خليت كده، يعني فصلت ما بين الجلد وما بين اللحم. بصوا، هي المفروض طبعا علشان تتحشي رز ما يبقاش الرقبة بتاعتها دي كده مقطوعة. بصوا الرقبة دي انا قطعتها، بس انا ما كنتش يعني عارفة ان انا هحشيها، بس بعد كده فكرت ان انا احشيها يعني، فمش مشكلة. انا يعني فصلت هنا الجلد مع اللحم، بس ما وصلتوش للاخر، مش هوصله للاخر عشان الرز ده ما يخرجش. يعني هنحشي بس الجزء اللي من هنا والجزء اللي في الجنب هنا، بس مش هنوصلها للاخر، تمام؟ بس فاحنا على بقى ما نعمل الرز. انا بحب اتبلها. اقول لكم الاول احنا هنستخدم ايه. انا هنا في كوبايتين رز، في بصلايه مقطعه مكعبات، بس ما تبقاش مكعبات صغيره قوي يعني، يستحسن اقطعها على ايدينا. وفي بصلايه مبشوره انا عاملاها بملح وفلفل، تعكيها بملح وفلفل، وكبد وقوانص، دول بتوع فرختين يعني، وملح وفلفل اسود وبهارات مشكله وشويه قرفه صغيرين جدا. ناخد بقى الفرخة، انا بحب بقى كده اتبلها كلها كده بالبصل، يعني بحب اعملها كده بالبصل، البصل المبشور ومن جوه ومن ورا الوراك كده، يعني شوية كده بس مش كتير، عشان عايزين كمان نسيب شوية من البصل ده، عشان انا بحب احط على الشوربة، ما بحبش احط البصل مقطع، انا بحب احط البصل بيكون مبشور. جربوه، هتدي طعم للشوربة جميل جدا على فكرة، بتدي طعم للشوربة جميل. ناخد حتة كمان نتبلها بقى كده كلها كده من بره اهي. نسيب بقى الفرخة في التتبيلة دي كده، ونيجي بقى في حلة على النار نعمل الرز. نسيبها متتبيلة كده لحد لما نعمل مع بعض الرز. في حلة على النار، وحطيت فيها حتة زبدة ومعاها معلقتين زيت، علشان الزبدة طبعا ما تتحرقش زي ما كنت قايله لكم قبل كده. وهنزل بالتوابل الأول، الملح والبهارات والقرفة والفلفل، علشان بتدي ريحة حلوة قوي لما بتتحط هي الأول. أقلبها بس كده تقليبة صغيرة يعني، يعني ما بنقعدهاش كتير كده على النار، وبعدين ننزل بالبصل. تاخد بس تقليبة وننزل بالبصل. نقلب بقى البصل كده ياخد بقى تشويحه كده حلوه. نقلب شويه البصل بس يعني يدبل كده وياخد لون، وبعد كده هنحط عليه الكبد والقوانص. البصل اهو اتشوح، خد لون كده بس بسيط قوي، وننزل بقى عليه بالكبد والقوانص. جربوا كده تحطوا الاول التوابل، هتدي طعم جميل جدا وريحتها بتبان قوي. نقلب برضو كده شويه الكبد والقوانص، تاخد برضو تشويحه، وبعد كده هننزل بالرز. قلبت الكبد والقوانص كده، خدت بس تشويحه يعني معاهم، وبعدين بقى انزل بالرز. الرز بقى برضو هنسيبه برضو يتقلب كده شوية، نقلبه بس كده كويس بالبصلة والكبد والقوانص، وقبل ما نحط لها المية بتاعتها برضو نسيبه كده يتقلب بس تقلبتين قبل ما نحط الايه، قبل ما نحط المية.
خلاص كده كفايه بقى كده. بص نحط بقى عليه الميه، انا حاطه كوبايتين رز عليهم كوبايتين ميه بس. طبعا ايه، انا مش يعني الرز اللي هحشي بيه، طبعا مش هحشي بكل ده، الرز اللي هحشي بيه هاخده بس وهو نص سوا، اول ما الميه كده تبتدي تغلي ويبتدي يتشرب اخد منه شويه احشي بيهم الفرخه واسيب الباقي يستوي. نغطي بقى الحله ونسيبه بقى يستوي كده. خلاص اهو بقى نص سوا، الميه اتشربت بتاعته اهو. خلاص انا مش عايزه تاني اكتر من كده، هاخد بقى منه شويه علشان ما يعجنش، لو سبته يستوي اكتر من كده هيعجن جوه الفرخه. هاخد شويه بقى ونشوف مع بعض نحشي الفرخه. نحشي بقى، بصوا يعني ناخد كده شويه ونحط فوق اهو ما بين الجلد، عايزه ادخل ورا كمان عند الوراك بس مش كتير علشان ما تتفتحش مننا. نحط الناحية التانية طبعا. الفراخ البلدي والفراخ الساسو جلدها بيبقى أدخن من الفراخ البيضة فبتستحمل شوية عن الفراخ البيضة، عشان كده انا حشيت بالفراخ الساسو مش بالفراخ البيضة اللي انا مربيها. نحشي بقى كده جوه. خلاص كفاية كده علشان ايه، عشان ما تتفتحش يعني مني. نحطه جوه برضه، انا مش هحشي قوي يعني مش هحط كتير عشان انا خايفه تتفتح مني. حط بس اخر معلقه دي بس كده. خلاص اهي حط بس حته كمان كده فوق الصدر عشان حاسه انه فاضي شويه بس كده. نقفلها بقى، نقفلها كده، هنا في فتحة اهي هندخل فيها كده الرجل. اهي والتانية نحطها من تحت كده. انا بقى كمان هروح اجيب خلة سنين، انا بقفلها بالخلة بتاعة السنين، او لو حابين تخيطوها خيطوها كده. انا قفلتها كويس جدا اهي بخلة السنين. لو حابين ان انتوا تخيطوها ما فيش مشكلة، يعني ممكن تتخيط او ممكن تتقفل كده. انا بالنسبة لي الاسهل ان انا بقفلها بخلة السنين، وقبل انا بقى يعني بسويها يعني بحمرها في الفرن بعد ما بتتسلق بشيل خلة السنين قبل ما بحطها في الفرن. نشوف بقى الحل على النار عشان نسلقها. جبت بقى حل على النار، حطيت فيها شوية مية وحطيت فيها بقية البصلاية المبشورة اللي انا كنت دعكيها بالملح والفلفل، طماطمية صغيرة مقطعة، ورق لورا، فصين حبهان، واللي انا بحبه قوي على شوربة اللحمة وشوربة الفراخ شوية قرفة صغيرين، رشة صغيرة قوي، ورشة جنزبيل باودر، او لو في جنزبيل فريش مفيش مشكلة. المية غليت اهي بقى، هنحط فيها بقى الفرخة. بسم الله. انا هخليها بقى كده لما بقى تغلي وتستوي، اول ما تبتدي تغلي اوطي عليها واسيبها بقى شويه تستوي على نار هاديه. ارجع لكم بقى ان شاء الله بعد ما تستوي. دي الفرخه بتاعتي اهي بعد ما استوت، انا شلتها وشلت خله السنين اهو، مفيش يعني مفيش ليها اي اثر اهي، ومقفوله زي ما هي وما طلعش منها الرز ولا اي حاجه. انا بقى بحطها في الفرن، بجيب صلصه بحط عليها شويه ملح شويه فلفل اسود كده صغيرين، ثوم باودر وبصل باودر، ومعلقه زيت صغيره او معلقه سمنه على حسب ما انتم حابين، وندهن بيها الايه الفرخه بتاعتنا كلها قبل ما احطها في صينيه وادخلها الفرن. الصلصه بتدي طعم حلو قوي، لو بقى انتوا حابين ان انتوا تحمروها من فوق في طاسه فيها يعني حته سمنه او زبده ومعاها شويه زيت
مفيش مشكلة، على حسب بقى ما انتوا حابين تعملوها، بس انا بحب احطها في الفرن، بتطلع برضو جميلة وبتاخد لون من الصلصة، بتاخد لون حلو قوي. هدهنها بقى كده كلها وادخلها الفرن واوريها لكم بعد ما تتحمر. ده هو الشكل النهائي بقى بعد ما طلعت كده من الفرن، الصلصه مديها كده لون جميل، وعملت معاها شوربه لسان عصفور. عايزه بس اقول لكم حاجه كده، عشان شوربه اللسان عصفور في ناس كانت بتشتكي ان هي بتنفش كده معاها، انا الشوربه بس بحمر لسان عصفور وبحط عليها الشوربه، تغلي غلوه واحده بس وبقفل، هي بتستوي بقى مع السخونيه بتاعت الايه بتاعت الشوربه. يا رب ان شاء الله باذن الله يكون فيديو النهارده كده عجبكم، كان خفيف عليكم، جربوا بقى ان شاء الله باذن الله وهتعجبكم. استنوني بقى ان شاء الله في فيديوهات تانية جايه، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش شير ولايك للفيديو عشان تدعموا القناه والقناه تكبر بيكم وليكم، وتدوسوا على زرار اشتراك او سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله من فيديوهات القناه. استنوني بقى ان شاء الله في فيديوهات تانية جايه، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بحبكم في الله.